عبد الصمد ناصر يستعد لإطلاق قناة إخبارية من المغرب. قبل المرور إلى التفاصيل، لا تنسى عزيزي المشاهد أن تضغط على إعجاب والاشتراك في القناة لتتوصل بكل الأخبار أولا بأول. مع التفاصيل، خصص مغاربة قناة الجزيرة حفل توديع خاص لزميلهم مقدم الأخبار في نفس القناة عبد الصمد ناصر، ونشر الإعلامي المغربي عبد الصمد ناصر فيديو على حسابه يوثق للحفل الذي أقيم له بمناسبة توديعه الدوحة وعودته إلى الرباط بعد قرار فصله من قناة الجزيرة. شكرا للزملاء الأعزاء مغاربة الجزيرة على حفل الوفاء وصون العشرة، بالمحبة التقينا وبهذه الحفاوة نودع يا أولاد الأصول. وهذا وكشفت مصادر موثوقة أن ناصر يستعد لإطلاق قناة تلفزيونية من المغرب في المستقبل. وذكرت مصادرنا أن ناصر الذي اشتغل في بداياته بالقناة الأولى المغربية لديه مشروع إطلاق قناة تلفزيونية إخبارية من المغرب مع شركاء محليين وربما أجانب.